السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في أحسن الأوقات. هنقدم معكم اليوم كريمة زوينة للتزيين، اقتصادية بمكونين فقط، ناجحة 100% وسهلة. إذا هنخلي لكم حتى التارت اللي صوبتها وعجبات الأسرة ديالي والضيوف ديالي. ما تيقوش أنني أنا اللي صوبتها. اذا زوينه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. ونخليكم مع الفيديو، شوفوا الوصفه من الاول للاخر. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، وديروا دبيره على القناه راها متنوعه. غنخلي لكم الوصفه ديال هاد التارت، هاد الحلوه، في صندوق الوصف باش هي تجربوها ان شاء الله. ومرحبا بكم. السلام عليكم، بعدا ندوزو صباح الخير كدايرين، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين صوب جلوتين. البنات بزاف سولوني كنوا بقى انا اش من زبده كنستعمل قلبها، اش من زبده كنستعمل، اي زبده كنستعملها. الاكثريه كنستعمل هذه، اي وحده كما كتعرفوا البنات اللي هنا اللي بلجيكا هولندا، مارغاري البرت هين، جات البرت هين بحال المارغرين. البرت هين راه فيها تقريبا كتير انواع الزبده بدون جلوتين، اذا فيهم العلامه، اذا اي زبده. دابا غادي ندوز الكريمه، هذه راه جابدها يومين وسبحان الله بقى ما دابتش مزيان، كتكون قاصحه. انا خبيتها بحراره المطبخ كما كتشوفوا، راه فيها الارقام، ولكن سميتها في المغرب راه كاينه هذه القضيه. ولكن انا هي خصني 400 غرام، هادو بجوج 500. بقيت كنجرب فيها قبيله، داكشي كندير لها بحال هكا شويه بقى قاصحه. وعندي هاد الحليب محلى هنايا فيه 375 او 97، ها هي 397 تقريبا 400. وخصني 400 ديال الزبده. غادي نجيب الميزان نعبرها ونكمل. اذا ها هي هنا بالطبع فيها 250، اذا غنحيد غير 100 غرام من هذه، نحيد 100 غرام. وهذا تسمى ليا راه 400 غرام. هكا كتشوفوا شويه، ولكن غير كنهضر سته صافي. ها هي صافي 400 غرام قط، باين معكم. ها هي غادي نديرها ان شاء الله هنايا، بسم الله نديرها بلا تروفا باش تسهل. ندير لها هكا حيت باقا شويه قاصحه، ماشي مجمده بزاف. بسم الله ندير لها هكا غير باش نساعد باش دير معايا في ساعه. هاد الكريمه ديروا بها لي تارت، تسوقوا بها في الوسط صافي. بعد ما درتها كامله، دابا غادي نشعل عليها تصفق. صافي غنخليها حتى تصفق مزيان. كنشوف هذيك الزبده كلها دابت، ضربات مزيان، كتاخد واحد شويه الوقت اكثر حيت انا ما دابتش، بقات شويه قاصحه. ودابا غادي نزيد هذاك نسلي الحليب مركز محلى، ماشي ولا بدي كل الاسم ديالو نسلي، حنا تعودنا نقولوا لهاد الاسماء. و10 دقائق. ها هي زوينه تبارك الله، كنتمنى تكون واضحه معكم. انا غنديرها في البوش ونوريكم، غنجربها معكم في هادو. بسم الله، شوفوا تبارك الله. الشكيلات اللي بغيتو كتبقى واقفة، كنتمنى يكون واضح معكم. هانتوما تبارك الله زوينه كتبقى واقفه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. كريمه بمكونين فقط، سهله الاستعمال، ما عمرش هذا البشيط بزاف. المهم هي واضحه معكم، شوفوا تبارك الله.
بمكونين فقط كنحصلوا على كريمة زوينة نزوقوا بها الكيك لي تارتس، نديروها من الوسط. اذا دابا غادي نصاوب الجينواز ديالي نكملها، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا النتيجة الأخيرة. اذا كما قلت لكم، اذا هذا والحاجه الفيديو راني مشاركه غنشاركه معكم معكم كل دوك الناس اللي بغاو غير قطعات هذه الكريمه، اخرين انواع وعاد اخرى غنشارك معكم الجينواز بالمسكربون كامله، بالكريم التارت شانتي، حلوه الكريم الكريمه العاديه. كامله. المهم التنوع موجود، شوفوا ديروا دويره على القناه وغادي نشوفوا ان شاء الله. والوصفه اللي عجبتكم غادي نديروها. الناس اللي ما كيفضلوش الزبده ولا كيبغيو حاجه اخرى، المهم ان النتيجه رائعه ديال هاد ديال التزيين وديال التارت الحلوه اللي صوبت. قلت لكم يسحبونيش يسحبوني من ضمان ديالها من المحلات. اذا جات زوينه، اذا كتقرب تقدروا ما كتخسرش ما والو، واخا بقات خارج الثلاجه زعما كان ما تقولوش راه خصها ساعه ولا ساعتين، لا بقات العشيه كلها خارج الثلاجه وما تغيرات ما نزلات ما والو. كتقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه الايام بعد الكريمه مصوبه تقريبا حتى الاسبوع. بغيتوا تحتفظوا عليها اكثر ممكن ديروها في المجمد. انا راه ما استعملتش كلشي ديك الكميه، راني احتفظت بشي حاجه في المجمد. اذا النتيجه رائعه روعه والله، لا زوينه، كنتمنى تجربوها. واذا كنت اول مره كصدفه تلقيتوا بهذا الفيديو، مرحبا بكم، مرحبا بالمتتبعين الجدد، وديروا دويره في القناه راها متنوعه، ما كاينش غير هاد الوصفات، فيها وصفات فلوجات نصائح معلومات على السيلياك، بائع المنتوجات، النساء اللي كيديروا لي كوموند، نصائح منزليه، نقص الوزن بطريقه صحيه وفعاله. المهم فيها بزاف بزاف الحوايج، كنتمنى ديروا دويره. و الى عجبتكم ما تنساوش اشتراك ولايك وضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نخلي لكم ان شاء الله الوصفه ديال هاد التارت، راه كاين الفيديو اللي قبل من هذا مباشره، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكنتمنى تجربوها، والى جربتوها تشاركوا معايا الصوره او قولوها ليا، وكنتسنى ارائكم وتعليقاتكم. ونخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا من خالص الدعاء.